حلقه من صلب الفكره. اليوم باش نحكيو كيفاش نقراو الفيش تكنيك نتاع سمارت فون، وهنا مانيش نحكي علي في الباكو خاطر كيف، اما اليوم باش نتعلموا نشريو تليفون. زعما شنو هي البروسيدور وين نمشي ناخذ المعلومات اللازمه؟ هنا انا باش نعطيكم البروسيدور نتاعي انا. اولا نحل موقع برباشلي بوينتين، الفوق في البار دو ريشيرش وين مكتوبه كاتيجوري ننزل ونختار تليفون، وبعد بتبيع سمارت فون. توا لازمنا نصفيه هيك علاش علي صار فما فيلتر حسب السعر وغيره، ما احنا نحبوا نشوفوا اش فما تليفونات في الميزانيه نتاعنا. بعد ما نحط الادنى والاقصى سعر ممكن، يعني نحط المينيموم والماكسيموم، ننزل على فيلتري باش تتحلك الليستا. وهنا اول نصيحه ما تغركش المظاهر وتمشي تجري لازين وحتيهم، حضر لي روحك خاطر باش تبدا تصفيات كاس سمارت فون مناسب ليك. تضحكش عليا كي نقول لك عزيزي المستمع، باش نرجو لحكاية التصميم، إليميني اللي ما عجبكش تصميمهم إذا أنت المظهر أولوية قصوى عندك. توا قيد الأسامي بتاع التليفونات اللي بقات وحل موقع gsmarena.com، امشي الفوق في البار دو ريشيرش واكتب أي واحد من التليفونات باش تحلك الفيش تكنيك متاعه، وتحت تصويرته فما بارا مكتوب عليها كومباري، انزل تتحلك فيش التليفون هذاك وبجنبها زوز بلايس فارغين فيهم دي بار دو ريشيرش، هاكا كل واحدة اكتب فيها اسامي من اسامي التليفونات اللي عندك مرشحين. اذا عندك بزيت حل فنيتر واحدة اخرى واكتب فيها ثلاثة تليفونات الاخرين، هاكا تعمل تصفيات في زوز مجموعات وتولي بطولة. نجيو لرسمي تو، علي صار فما كلمة ديفيرونس، انزل عليها باش يظهر لك بالمليح الاختلافات بين التليفونات، خاطر مادام مقرا في السوق معناتها فما برشا حاجات اون كومان. اول حاجة تشوفها هي وقتاش تلانسا التليفون، الاجدد معناتها باش يعيش اكثر امور سوفتوير وسيكيوريتي. كان في الليست نتاعك فما تليفون خرج عنده عام، اليمينيه من توا. مشي توا للمعلومات على الجسم نتاع التليفون، امشي تشوف الوزن والسمك، المعدل في السمك هو 8 ملم وفي الوزن 180 غرام، هاكا عينك ميزانك. هو بيناتنا في هذه بالحق عينك ميزانك، خاطر التليفونات اللي اخشن من 8.5 راهي تتحسر، واللي تفوت 200 غرام في الوزن راهي تتحسر زينه. نابتو الشاشه توا اي بي اس ال سي دي راهي مقبوله، واموليد احسن حاجه بتبيع فوق المليون ما نرضاوش كان بالاموليد، ما بين 500 ولا 400 دينار حتىش المليون نقبلوا بالاي بي اس ال سي دي. وما تلقى زادة فما الاموليد، بتبيع الشاشه تي اف تي تلقاها في الهواتف الاقتصاديه جدا 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 جدا، نحاولوا نتفاداوها. زادة نقراو السطوع اللي وحده القيس نتاعو هي النيتس، ماذا بينا حاجه فوق 600 نيتس، راهو باش تتعب ياسر بشاشه اقل، راهو يعني في النهار زادة الدنيا ضاويه ماك ترى لي كروم بالكدا. بالنسبة للدقة هيك واضحة، HD بلس مقبولة في الهواتف الاقتصادية تحت 400 دينار، فول HD بلس هذيك هي ستاندر، أما راهو فما ناس ما تفرقش ما بين الدقة متاع الأولى والثانية، تالي ركزوا على المعلومات اللي قبل حكيناهم. وتوا نحكيو شوية حجم، 6.6 هو المعدل، إذا نحبوا تليفون صغير نشوفوا ما أصغر، إذا نحبوا تليفون بشاشة كبيرة نشوفوا ما أكبر. نمشيو للأداء والنظام، بالوقت الحالي ماذا بينا التليفون فيه أندرويد 13، تحته نقراو على المعالج، وهنا كان تحب توسع بالك تحل فنات الأخرى فيها موقع nanoreview.net وتعمل بحث، وهوكا في الموقع يعطيك المقارنة بين المعالجات اللي موجودين في التليفونات، هوكا كتشوف التقييم تاع الأداء، أمور توفير في الطاقة وغيره. كان ما عندكش بال واسع، أقل حاجة قارن بين المعماريات متاع كل واحد من خلال الرقم اللي مكتوب بجنب اسم المعالج، تلقى اسم المعالج بجنب ورقم وبعد مكتوبة NM، هذيك نانومتر. كل ما يصغر الرقم، كل ما المعالج هذاك يكون تكنولوجيا أجدد وخاصة يوفر في الطاقة. باش نسكروا موضوع الأداء، كان تهبط اللوطة بكل في الفناتر تاع كل فيش تكنيك، تلقى هكا فما عاطينك بنش مارك تيست، يعطيوك هكا ارقام يبداو مكتوبين 5000 122000، هكا اقرا وشوف التليفون اللي عليه رقم اعلى معناتها نورمالمون اداؤه خير. كي زيدو نابتو بالنسبه للذاكره هكا كل شيء واضح، يعني عندك الرام وستوكاج، اما انت المعلومات هذوما تشوفهم في الفيش تكنيك نتاع برباشلي بوينتين، خاطر غادي النسخه اللي انت حاجتك بها حسب الميزانيه باش يعطيك فيها قداش فيها رام وقداش فيها ستوكاج. وتوا رد بالك تقول لي انت عدول الكاميرا، هيك عمرك ما تشوفها في الفيش تكنيك، هيك تنعرفوها من بعد. توا بجي تهبط وتشوف يندرى فيه سماعات ستيريو، مكان قارئ البصمه وين موجود، بتبيع اخي بنسخه يكون قارئ البصمه في الظهر، النسخه المتوسطه هو قارئ البصمه در تشغيل، واحسن نسخه هي وقت اللي قارئ البصمه يكون تحت الشاشه، ما موجوده كان في شاشات الاموليد. واذا تليفون فيه شاشه اموليد اما قارئ البصمه على اليمين، اعرف اللي الشركه هذيك حبت توفر شويه في المصاريف. وبتبيعها باش تشوف نوع منفذ الشحن، مستحسن يو اس بي تايب سي، وسعه البطاريه وسرعه الشحن والجو ذاك الكل. بتبيع كان تليفونك تحبه يعيش معك سنوات، تفادى سرعه شحن فوق 33 واط. الاستنتاج الكاميرا وتجربه الاستخدام اليوميه ما تنجمش تاخذهم من الفيش تكنيك. اذا سي تشوف روحك اخترت التليفون توكل على ربي، اذا مازال عندك نفس معايا تبعني، انت اكيد
مازلت ما عملتش راي. الحل الوحيد هو انك تحل اليوتيوب وتتفرج في مراجعات. وسع بالك لين تلقى قناة ظاهرة من جودة المحتوى متاعها وجودة الفيديو متاعها وعدد المتابعين انها كريديبل، او كتفرج وخذ راي. ان شاء الله نكون عاونتكم باش توليو تعرفوا تشريو سمارت فون، وخاصة تعاونونا سخرا، وهكا تعوم المعرفة على الجميع. نشوفكم في الاسبوع الجاي. باي باي.